على رأي كابتن لطيف الله يرحمه رب، واحد يقول لي ليه الصويا والذرة الصفراء يا يوسف؟ بمنتهى البساطة، علشان أنا عايز الحاجتين دول اللي بيخشوا في صناعة الأعلاف من ناحية وبيخشوا في صناعة الزيوت من ناحية، أنا محتاج إن أنا أزود. أنا هنا مصر يعني، والكلام ده مفهوم لينا كلنا، إحنا محتاجين نزود المساحات المزروعة بفول الصويا والمساحات المزروعة بالذرة الصفراء، ومحتاج إنه المساحات دي تبقى عالية الإنتاجية. ده التوسع الرأسي اللي كنت بقولك عليه، قدرة الفدان على الإنتاجية تزيد، وبالتالي أقدر أقلل من فجوة الاشتراط بتاعتي من المنتجين دول، زيوت وأعلاف. تعال نشوف منتجات زيت الطعام، بما أنا بتكلم بقى على زيت، منتجات زيت الطعام والسلع الغذائية أخبارها إيه في منافذ التموين، ويا ترى يا هل ترى طرحها بأسعار عاملة إزاي؟ شوف، أنا هشجعك جدا على الآتي. أنا اللي فهمه دايما إنه لما بيبقى فيه أي أزمة ما أيا كان نوعها، طول الوقت تفكيرنا بيبدأ يتحرك في إيجاد الحلول. طيب، أيا كان نوع الأزمة، الأزمة دي بقى متعلقة بالمذاكرة، متعلقة بالعمل، متعلقة بالمم، لازم أجد الحلول. وهي أزمة زي ما كنا بنتكلم دايما، موجودة في الدنيا كلها، موجودة في الدنيا كلها، موجودة عندنا بطبيعة الحال، طبعا، لأن احنا مش منفصلين عن الدنيا بطبيعة الحال، بس احنا لازم نجد حل. الحل بتاع الهاوس هولد، يعني الأسر المصرية، القطاع المنزلي المصري، ده حله وزارة التموين والمنافس بتاعة القوات المسلحة والداخلية، تحديدا الطبقة المتوسطة. الطبقات الأقل من المتوسطة طبقات بالقطع أولى من الرعاية، وشوية بيقدروا يتعاملوا عن طريق بطاقة التموين. حلو قوي، شويتين كمان يفضل لي ناس يمكن ما يكونش عندها بطاقة تموين، ويمكن تبقى المسألة محتاجة منه إنه يشتري مجموعات أو سلة غذائية مضافة على اللي بتصرف له على البطاقة. ارجع للمنافذ الجمعية بتاعت زمان، ارجع للمنفذ بتاع وزارة التموين اللي هو حاجات بتاعت الشركة القابضة، ارجع للمنفذ بتاع وطنية، ارجع للمنفذ بتاع أمان، هترجع لمحل البقالة اللي على أول الشارع، وهترجع للسوبر ماركتس الكبيرة. أنا طول عمري عندي أزمة مع القطاع الخاص من ساعة ما اتولدت، طول عمري، وثقتي في القطاع الخاص قليلة، خلقتي يمكن عشان ابن طبقه متوسطه، ما اعرفش، خلقتي كده. طيب، هل كله؟ لا، مش كله. هل عندي قطاع خاص تقدر توصفه ما بين قوسين بكلمه راس ماليه وطنيه؟ بس انا احب ايه، امشي في المضمون، انا خلقتي كده، اعمل ايه؟ طيب، وبالمناسبه احنا كلنا كطبقه متوسطه او اقل دايما نحب نمشي في المضمون. بنثق في مين؟ نثق في الوظيفة. نثق في مين؟ أثق في الحكومة. أثق في إيه؟ الحاجة اللي جيبها بسعر مهاود أروح للحكومة، الحاجة أجيبها بجودة معقولة أروح للحكومة. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين في تحديدا محافظة الأقصر. أهلا بيك يا دكتور تامر. يا دكتور، دكتور تامر، أنا طولت؟ دكتور تامر ممكن يكون الخط قطع؟ لسه معانا؟ دكتور تامر، كل سنة وأنت طيب وسنة سعيدة. هنرجع مرة تانية لدكتور تامر. شوف، اللي أنا أقدر أقوله، السلع كلها موجودة في منافذ التموين، الحقيقة هي موجودة. هتيجي تقول لي حتى في منافذ التموين يا يوسف ما بقتش بأسعار زمان، أقول لك بس مش بأسعار دلوقتي، هي أقل. تاني، خد بعضك وانزل على المجمعات، خد بعضك وروح على المنافس بتاعت وطنية وأمان، كده هتبقى على الأقل ضامن إن مصروف البيت ما بيتجرحش زيادة عن اللزوم. بالمعقول، مش بالمعقول قوي عشان أبقى برضو أمين معاك في الطرح، لكن أفضل كتير من إنه نلاقي المصروف رايح يمين ورايح شمال ومش عارفين نسيطر عليه وما إلى ذلك. بس كده.
مش هقول لك يا جماعه لازم نرشد استهلاكنا، انا يعني ما بحبش النوع ده قوي من الخطاب، لانه هو في ازمه كبيره. وفي ازمه كبيره، بس احنا مش هنقدر نقول للناس بطلوا اكل وبطلوا شرب وبطل، يعني استحاله. هي كل قصه خلونا طول الوقت نبقى ايه يعني واخدين بالنا في مصروف بيتنا، ونحسبه بالمليم وبالسحتوت وبكل الانواع الفئات النقديه التي اصبحت مندثره منذ حوالي 100 سنه. يعني يا مولانا انزل على الجمعيه شوف طلباتك ايه وحط كده لسته وهات. في مثلا طريقه كده بتاعه ان انا ايه اخد بعضي واروح اشتري وقت ما احتاج. كلام جميل وكلام رائع، بس اعمل لسته احتياجاتي ايه. خلوني ارجع لدكتور تامر صلاح وكيل وزاره التموين بالاقصر. اهلا بيك يا دكتور تامر. اهلا بحضرتك. ازاي الصح؟ وكل سنه وحضراتكم طيبين والساده المشاهدين كلهم، وسنه سعيده علينا وعلى المصريين كلهم. علينا جميعا يا رب. دكتور تامر طمنا، اخبار المجمعات ايه؟ الحاجه موجوده ولا ايه؟ طيب يعني انا هبدا ان شاء الله ببعض البيانات او بعض الاحصائيات اللي عندنا في المحافظه، في محافظه الاقصر. ماشي. احنا عندنا في محافظه الاقصر عدد السكان في حدود 1,300,000، اللي داخلين في عدد المستفيدين وبيستفيدوا من مظله الدعم في حدود 1,000,000 بنسبه 77% من مواطني المحافظه. طبعا كل شهر اول شهر بنبدا بضخ السلع التموينيه التي تصرف بالبطاقه التموينيه. بنكون محددين وعاملين مخزون امن من هذه السلع التموينيه، اللي هي لما بتتصرف للاسر المصريه بتكون عامله شبه اكتفاء مؤقت او لمده معينه من سلع اهمها السكر والزيت والارز، وبخلاف المكرونه وبعض السلع الاخرى. يمكن مخزون المحافظة دايما أن نكون مطمئنين أنه هو آمن للسادة المواطنين، وبأسعار طبعا السلع المنظومة زي السكر ب10.5 جنيه، الزيت 25 جنيه، المكرونة بالأسعار المخفضة، الأرز ب10.5. كل الحاجات دي بتتاخد للأفراد اللي هي بتاخدها بالبطاقة التموينية. دي أسعار البطاقة التموينية. ايوه. حلو. الاسعار اللي مش بطاقه تموينيه؟ الاسعار طبعا حده الاسعار وزيادتها في الفتره اللي فاتت، احنا عرفنا ان بعض المعروض من السلع كان غير كافي امام الجمهور او المواطنين، وده بسبب ان بعض التجار كانوا بيستغلوا وخوفا على رؤوس اموالهم، فكانوا بيخزنوا السلع على اساس ان هم ممكن في فتره من الفترات ما يقدروش يجيبوا نفس الكميه اللي عندهم، فلازم كانوا يزودوا في الاسعار او يخفوا السلع، هذه السلع في المخازن بتاعتهم، علشان يحاولوا يزودوا الاسعار ويستفيدوا من هذه الازمه الموجوده واللي بيحس بيها كل العالم. ولكن كان التصرف الحاسم ان احنا سرعنا وبكرنا من افتتاح عدد كبير من معارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية. طبعا يمكن عندنا افتتحنا النهاردة ثالث معرض في محافظة الأقصر، قدمنا كافة السلع أمام الجمهور وبكميات وفيرة جدا وبأسعار مخفضة بتصل إلى 30% عن السوق الخارجي. فهقول أمثلة على أيوة. امثله على اسعار بعض السلع عندنا في معارض اهل رمضان اللي هي هتستمر لغايه شهر نهايه شهر رمضان المعظم. فهقول الرز هنبدا بيه من 12 جنيه السائب، 15 جنيه معبأ، 18 جنيه الفاخر اللي هو نسبه كسر للغسيل عن 3%. ماشي. الزيوت بتبدا 650، لان طبعا الزيوت ليها انواع كتير، شركات كتير تختلف من انها خليط او عباد شمس او ذره. فاحنا الحمد لله وصلنا مع بعض التجار الكبار جدا بعرض هذه الزيوت باسعار مخفضه تصل الى الازازه اللي هي 650 مللي ب 30 جنيه، اللتر يعمل 43 جنيه،
يعني تبدأ من كام معلش تاني يا فندم؟ تبدأ من 30 لحد 43 لا ولغايه 50 اللي هي في زيت ذرة وفي زيت عباد ب 50 و55 دي بتبقى ده اللي هو بيبقى العبوه قد ايه يا فندم؟ لتر كامل هو لتر كامل مش لتر الا يعني هو ده لتر كامل ماشي لتر كامل يعني يمكن في عندنا طبعا عبوات مختلفه في 5 لتر ال 5 لتر عندنا ب 210 5 لتر ب 210 يبقى 42 جنيه بالظبط كده فعملنا اريحيه شويه في احنا في كنسلاتين في الفتره اللي فاتت كان كل الناس بتتكلم عليهم أيوه. لقيناها مش موجود الرز والزيت وبعد كده جه برضو زياده في اسعار السكر فاحنا عارضين في المعارض بتاعتنا من 16 ل 17 جنيه بحد اقصى 17 جنيه ماشي. طبعا لازم نتكلم ان احنا حكايه ان السكر غلي احنا طالعين من مولد النبي وكان في حلويات اتعملت وكان في اتاخد سحب من السكر وارصاد السكر على هذه المصانع لتصنيع العرايس المولد وخلافه والحلويات وخلافه والحمصيه والكلام ده كله استهلاك للساده المواطنين فده اثر برضو بالسلب شويه في ان هو يرتفع اسعار السكر في المحلات. طيب يعني عمليا زيت موجود، سكر موجود، رز موجود. لا وانا هقول كمان اللحوم. يعني معرض اهلا رمضان فيها لحوم؟ لحوم بلدي حلو. ماشي ذبح مجازر حكوميه حلو 130 140 ليه 130 وليه 140؟ يعني ده ايه وده ايه؟ ايه الفرق؟ حسب يعني البعد بتاع المعرض عن المجزر شويه ماشي انما يعني في مجزر العجل لما بيتذبح بيذبحوه في المجزر وبعد كده بيجيبوه في المعرض فالمعرض لو كان المسافه بعيده بس هي اللي بيوصل لغايه 140 معلش السؤال بايخ شويه يعني بس اللي متعلق بالتفاصيل ده سعر مشفي ولا بالعظم؟ لا مشفي طبعا مشفي لا بالعظم لا بالعظم ايه بقى مش لو مش بالعظم بقى يعني كفايه بقى مش كده طيب ماشي كويس ايه تاني يا فندم؟ لا وفي حاجه كمان يعني احنا يعني برضو لازم نذكر ان الاسعار في الطبيعي في الايام العاديه كانت تختلف من مكان لمكان وده واضح جدا يعني في منطقه حضريه جدا او مكان شارع معروف بتختلف السعر هنا عن هنا ولكن بيكونوا معلنين بتختلف عن علشان قيمة الإيجار أجور العمالة الكهرباء الفينش بتاع العرض فكانت تختلف دلوقتي احنا بنركز على التجار الكبار فبنوفر لهم أماكن في المعارض دي ما بيكونش في دفع مبالغ إيجار ما فيش غير عمالة بسيطة في تأمين وفي شادر مقام كهرباء ما بيدفعش فيها حاجه فبالتالي بيخفض الاسعار طيب. عن اهلا رمضان مستمر معانا باذن الله سبحانه وتعالى لحد نهايه شهر رمضان المبارك صح كده ان شاء الله باذن طيب. الله وفي طبعا في برضو تعليمات من معالي الوزير وتوجيهات فخامه الرئيس ان تستمر المعارض وتبقى ثابته طوال العام مع التوسع في انشاء المعارض واكثر وشوادر والقوافل بتاعت السيارات المتنقلة لأن احنا برضو حسينا ان مش هنقدر نغطي كل المناطق خاصة المناطق البعيدة صح. فعملنا سلاسل قوافل سيارات يعني القافلة بتكون 5 سيارات محملة بجميع السلع الغذائية والمجمدات اللحوم المجمدة طيب والبرازيلي الأسعار دي والدواجن المجمدة الأسعار دي يا دكتور الأسعار دي نعم الأسعار دي ده بقى السؤال الصعب الأسعار دي ثابتة معانا لحد نهاية رمضان ولا قد تتغير؟ لا هي هتكون ثابتة إن شاء الله لنهاية شهر رمضان المعظم ده أكيد آخر كلام؟ تمام ليه بقى يا فندم؟ لأن احنا لما عملنا اجتماعات مكثفة خلال شهر 11 قبل التفكير في معارض رمضان كانت علشان أزمة الرز والتداعيات بتاعت أزمة الرز ماشي. كنا عملنا اجتماعات مكثفة جدا مع التجار والغرف التجارية بحيث ان احنا الأسعار اللي هتكون في معارض أهل رمضان ان شاء الله ثابتة
على طول، واحنا سايبين في كل معرض عضو من التموين، عضو من الغرفة التجارية، عضو من مجلس المدينة أو المحافظة لمتابعة عدم تغيير هذا السعر أو زيادته على السادة المواطنين، ومتابعة الضخ اليومي لأي كمية تنتهي في المعرض. طب هل في دواجن في المعرض ولا لا؟ في دواجن سعر الكيلو المجمد 65، وفي في عروض بقى بنعملها، اوراق دواجن، كبد واوانس، لحوم برازيلي قطع، يعني عاملين عروض، يعني مش هقول ده كتير، حاجات كتير وعروض كتير ومخفضه جدا. يعني عندنا طبق القطع اللحمه المجمد بسعر 80 جنيه، عندنا طبق الوراك كيلو 40 جنيه، حاجات يعني مخفضه، وعاملين معروض كويسه جدا للساده المواطنين علشان نقلل من المعاناه اللي بيعانوها في الفتره الحاليه. يا مسهل الحال، انا بشكرك جدا يا دكتور تامر، كل الشكر ليك دكتور تامر صلاح وكيل وزاره التموين بالأسر.